قال لي كنختصور قلت له اون برون جامي دي فوتو من الفوق سوف سي اون فو ريديكوليزي كلكان هذا الشيء دابا بحكم شويه تجربه اللي كانت عندي في المانيكينا اون برون جامي اون فوتو كوم سا سينو اون فو لا بروندر سوا في نيفو ديال لي زيو سوا كنهبطو شويه باش بور فالوريزي لا بيرسون هي ديك جاوا قال لي لا التصويره اخرى سي مختل الاخرى الاخرى لان كنقرا اوكي كنقرا التعليق للجريده اه اوكي تفضل جا هي ديك جاوا قال لي قال لي لا صافي صافي غير خديت التصويره قلت له ما كناخذش التصويره هي ديك باش كنت كنضحك الا لاحظتي في التصويره كنضحك من بعد كنتفاجئ لو لوندوما اصلا انا ما شفتش هذوك التصاور جابهم لي واحد الناس عزيزين عندي اخوانيين محافظين ولاد يعني المنطقه عندنا قالوا يا كوثر جاوا عطاونا دي فوتوكوبي ديال هاد التصاور هادو وقالوا لنا واحد الكلام الصور مثيره لا ما كنشوفهمش مثيره حيت هادوك هما حوايجي وانا كنلبسهم كل نهار ومرتاحه فيهم لا ماشي مثيره وشنو هو اللي مثير لا كوثر انا لابسه حوايجي عاديين الا كان المصور الا كان المصور الطول ديالو فوق من 40 متر هذه ماشي مشكلتي اما نقول لك من هنا هذه عملاق ماشي بيان سور عملاق اكزاكتومون ونقول لك واحد المساله في اون فوتو ما عمرنا ما كناخذوا شنو اللي برا الكادر وهذه اللي كنتكلم عليها الاويرنس في الجواب ديالي ليه اويرنس ملي كنكون واعيين ومدركين لواحد الحاجه ونعطيوها حجمها الحقيقي انت دابا كتشوف التصويره كتشوف غير الكادر اللي الواحد عطاك و سا ديبون ديال شنو لونغل لي لا بيرسون كي ا بري لا فوتو بغات توري بغات ما ديرونجاكش داكشي لا سان ما با ديرونجي دايوغ على ود هكا في الحقيقه انا كان زعما اول مره كنتكلم على كيفاش فعلا تخات هاد التصويره في وسائل الاعلام كنخصكم به حقا ما كنتش غادي نجاوب ولكن بويسكو حلفت في الاول بان غادي نقول الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه انا قلتها لا مزيان مزيان هو لو ديكولتا شويه اوزي لا 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 انا كلمت هكاك وهذاك ماشي عندي جوستومون نقول لك لحظة عافاك عاود جبت هذيك التصويره كيفاش الطول ديال هذاك السيد قادر يقبط الباش ومن البعيد ولكن لا كوتر لا اسمح لي اسمح لي ثاني حاجه انا شوف نقول لك واحد الحاجه سي هي ماشي خايبه التصويره زوينه راه انا شوف تقول خايبه ولا تقول مزيانه هذا رايك وكيخصك واش هو كيدل عليا ما عنده حتى علاقه بيا هذوك حوايجي وكلبسهم كل نهار ومرتاحه فيهم وما كنقلبش باش نعجب الناس المهم نكون انا متصالحه مع نفسي ولكن رايي انا في التصويره انها زوينه كنشكرك انا ما نقولش رايي كنحتفظ به وانا كنحترم شكرا لا كنحترم لا كوثر من هذه الصوره عافاك بقيت عيط لها كوثر لكن ندير الصواب لا كوثر من هذه الصوره هذه القاعده الانتخابيه ديالك الانتخابيه في المنطقه اللي انت فيها وعلى ما يبدو حسب ما قريت في بعض وسائل الاعلام انه فيها ناس محافظين درجه كبيره ما شافوش مع اللحية مع النقاب مع عد التحرر قالوا لكم ودي بعدي منا لا جبنا وبينك انت كتجي تعري لينا هنا واش ما عطاتش اثر عكسي شنو معنى بعدا تعري لينا شنو هاد الهضره الخاويه واه الصوره هادشي اللي كيقولوا الناس الناس تقول شنو بغات راني قلت لك هادوك حوايجو كنلبسهم كل نهار ومرتاحه فيهم ثاني حاجه لو كنتي كتسمعني توتا لو غامسيو رمضاني قلت لك باللي المواطنين هما اللي جاوا قالوا لي راه خداو يعني راه جابوا لينا داروا لنا دي فوتوكوبي سورتو رئيس الجماعه ديالنا داروا لنا دي كوبي على هذا لو جورنال اسمحوا لي بزاف كنعتذر كنعتذر خذ راحتك انت على قال لي بانه راه داروا لنا دي فوتوكوبي على هذا وجابوا لنا كيقول لنا شوف شوف ما بغيتش نقول هذا الكلام احتراما المستمعين الكرام وحتى المشاهدين اللي غيشوفونا باغ ابخي قالوا لي بما يفيد كوثر انت النهار الاول عرفناك هكا وكتعجبينا هكا ونقولها لك جات عندي واحد السيده سميتها رشيده و بور فو دير لابسه الخمار جات عندي لا فارماسي وهي اللي جات لي لو جورنال اول مره وجدت هي كنوجه لها تحيه من دوار الاخوان من دوار ابراهيم زعما كنسلم على دوك الناس كلهم وعلى جميع السكان ديال عامر لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي بيان سور كاين شي دوار سميتو الاخوان عندنا دوار الاخوان مالهم ناس طيبين ومحافظين لا سميتو الحقيقه ولا كتعيطوا لدوار الاخوان لا سميتو دوار الاخوان حيت كيسكنوا فيه رسميا ساكنين فيه رسميا حنا عندنا المنطقه كلها عشوائيه وعافاك انا بغيت ندوزو شويه المساله ديال الصوره لان كتبقى غير صوره انا جاوبتك هذوك حوايجي كلبسهم كل نهار ومرتاحه فيهم صلاه على النبي ونبينا عليه السلام مساله اخرى قلتها لك توتالور وانت ما عرفتش واش سمعتيني ولا لا ولا ما بغيتيش تسمعني قلت لك هذوك الناس قالوا هذيك السيده رشيده قالت لي كوثر انا كنلبس يعني الخمار قالت لي ديغيغ شاك فام فوالي يا اون فام ليبر قالت لي شتي انا دايره شعري زعر ودايره ليموني ودايره كحل واللي كنلبس انا ما كتلبسيش انت بالحق انت من النهار اللي شفنا كنتي كتلبسي هكا قالت لي حنا اون فافوتي بور توا والنهار اللي غادي نسجلوا في الانتخابات سافا ايتر بور توا
واش باي دو واي راه هي اول مره اللي جات وقالت لي هكا. انا ما كنتش شايفه التصاور وما كنتش عارفه اصلا بلي صحافه كتكتب عليا. ولكن هنا في الحقيقه بغيت نوجه واحد تحيه كبيره للسكان ديال عامر. حيت هذوك الناس فعلا وكنت قلتها في اخبار اليوم ابانوا على واحد التحضر. ما عمر شي حد ما سولني على شنو لابسه ولا شنو ما لابسه. الناس تما كنتفاجئ بان كنلقى هذه الاسئله من عند الناس اللي نورمالمون يسون سونسي اتر انتيليكتويال وقاريين. الله يسمح لينا الكوثر. واش بصح الا سمحتي لي سيدي القضيه هذه مساله مهمه اللي قال دابا لاله كوثر. شنو تفسيرك هذه القضيه ان الناس اللي مفروض انهم يكونوا تجاوزوا هذا الموضوع ديال الباس وديال جسد المراه هما اللي ركزوا عليه وناس اللي قراويين في المنطقه ديالك تعاملوا معاه بشكل عادي؟ نقول لك واحد الحاجه. انا اول حاجه انا ماشي غير جسد. لا بحال حتى انت ماشي غير جسد وهنا سا ديباس مراه ولا راجل. ثاني حاجه انا هنا كمستشاره جامعيه وكعضو هذا المكتب السياسي وكنتمنى ندوز لها حيت الوقت راه كيدوز. غنجيوه اخر نقطه فهاد الشيء ديال الجامعه. الله يرضى عليك لاله كوثر. واش صحيح انه عرضوا عليك في العداله والتنميه تنضمي لهم؟ اش كيقال لك هذا الخبر؟ فعلا ديرها غير زوينه توصل توصل. لا لا فعلا كان باقي ما يعني عاد دازو افكتيفمون. شوف شدني على قد عقلي حيت انا صلاح كيزلقوا لي الافكار. الله يرضى عليك. واش بصح حزب العداله والتنميه الاسلامي عرضوا عليك تنضم ليه؟ اول حاجه انت ماشي كيزلقوا عندك الافكار، انت كيسرفيو عندك الافكار. المساله نسي المختار. انا طرحت عليك سؤال ما جاوبتينيش عليه. انا جاوبتك. لا ما جاوبتينيش. حيت انت كتكلم على جسد المراه. لا لا قلت لك شنو تفسيرك لتركيز الناس اللي مثقفين النخبه على هذه القضيه في الوقت اللي الناس قرويين تطرح عليهم. انت ما كنعتبرش راسي لا مثقفه ولا نخبه. ماشي انت ماشي انت. ما يمكنليش نحط راسي بانه غادي نفسر. كما فهمتيني السؤال فجاوبي على السؤال. انا عندي السؤال ديالك. قلت لي باش كتفسري بان الناس اللي مثقفين واللي قاريين وقفوا عند هذا الصوره داروا فيكساسيون على الصوره في الوقت اللي يعني الناس ديال البرقناد العامر تجاوزوه واعتبروه عادي. مش تجاوزوه انا كيشوفوني كل نهار اعتبروه عادي. ونقول لك واحد المساله، انا ما عندي لا مع نفاق سياسي ولا مع نفاق اجتماعي. هذوك حوايج انا ما نبدلهمش حيت غندخل للسياسه. اللي بغاني يبغيني هكا، كل اللي كرهني كرهني هكا. لا اللي بغاني زاد ليا ولا اللي كرهني نقص ليا. المهم هو انا ما نخسرش نفسي. واش البي جي دي قالوا لك مرحبا؟ ملي كنقول نفسي يعني نفسي جو سوي ما نافق حد. نفسي حتى ما كيستاهل اصلا باش نافق على ودو كيف ما بغى يكون. كنخاف غير من الله ومؤمنه جدا الحمد لله. الله يعطيك العافيه. ونعم بالله. تذكر لك كوثر قول لي واش البي جي دي بصح؟ انا نقول لك كانوا دازو كلكو موا على من بعد ما نجحت في الانتخابات. كان جي عندي ان جروب ديال الناس. بصراحه ما عرفتش نعطيك اسماء لان حتى ديك الساعه بقى محليين ولا من لا لا بلاصه اخرى من الرباط. بلاصه اخرى ما عرفتش واش من الرباط ولا منين. ما قالوش لي منين. المهم جاو عندك وحدهم جاو سولوا عليا مره اخرى عاودوا رجعوا عندي وقالوا لي خلاو لي ميساج قال عافاك قول لكوثر الا بغات تدخل معنا الحزب ديال العداله والتنميه غادي نعطيوها للبرلمان. مره اخرى تلاقيت مع ناس واحد اخرين في ظروف واحد اخرى قالوا لي ادخل مع زعما مع العداله والتنميه. قلت لهم علاش زعما انتم عارفين اني انا درت زعما اختيار وبالمناسبه هذا الاقتراح كان عندي حتى قبل من الانتخابات هاد الاخرين هادو اللي داروا ديال 25 نوفمبر يومين لثلاث ايام قبل. المهم يعني ماشي يومين لثلاث يعني داك لا بيريود الاخرانيه اللي فيها الواحد كيحط الترشيحات ديالو. حيت انا ما عطانيش الحزب التزكيه على البرلمان. قالوا لي كوثر جينا لقينا بانك ما كايناش في البرلمان واش زعما علاش؟ قلت لهم هذا الحزب خدا هذا القرار هذا. انا سي فغي حتى الترشيح ديالي ولكن ما خداهش بعين زعما ما عطانيش التزكيه. قال لي دخلي مع العداله والتنميه. قلت لهم علاش؟ انا اختاريت الاصاله والمعاصره واختاريتها على كل اقتناع. قالوا لي لا لان احنا بغينا بانه وحده بحالك. هذا دابا ما يمكنليش نقول لكم شكون سمحوا لي ماشي حيت غير واجب تحفظ. قال لي لان باش بنت بحالك تدخل مع العداله والتنميه هذا معناه بانه ماشي حزب اللي يعني متزمت اكزاكتومون وفي نفس الوقت انت كتستاهلي بان. قلت لهم شكرا على هذا الراي شكرا على هذا لا بروبوزيسيون ولكن انا عرفتي. يعني ماشي عرفت تو سامبلومون انا اختاريت ومني كنختاروا الاختيار خصو يتحترم. النهار اللي غادي نغير رايي نبقى في السياسه ولا نمشي منها ولا ندير حاجه اخرى ولا نبغي ندير هوايه واحده اخرى غادي نكون متصالحه مع نفسي وغنديرها. شويه ديال الخيال السياسي شويه ديال الفيكسيون بوليتيك. كنت دخلتي مع العداله والتنميه مثلا كنت تصوري لابسه الحجاب نفس اللباس؟ اسمحي لي راك راجع كل ساعه حجاب المراه في عينين الراجل. لا داك الحجاب اللي كيديروا العداله والتنميه دابا. شوف نقول لك انا جو تخوف كو لا فام اللي دايره حجاب زعما الي بلو سيكسي كو لا فام اللي لابسه هكا. يلا مثلا يلا مثلا لك على حساب على حساب الجلابه وعلى حسابات ماشي كاع وجهه نظر. لك كوثر علاش البان؟
اول حاجه حيت اصاله معاصره كيف قلت اصاله معاصره تيان زعما بحال لقيت هكا لقيت زعما راسي في العنوان ديالها حيت ديك الساعه انا ما عرفاش زعما دخلت انا كنقول لك بديت في جوان 2014 4 ساعه على الكوطه خصني نكسير شنو بغيتي علاش الاثر والمعاصر بانت لك اصاله والمعاصر اتونسيون من قانون السير تاخذ شي فكرتيني الله يفكرك في الشهاده لا لا كمل السؤال ديالك لا والله حتى غنرجع لا لا كمل السؤال ديالك بليز انا حيت غنتسخن لا لا والله الا تتكمل هذا السؤال علاش الاثر والمعاصره وعلاش لا انا جديده في السياسه دخلت حزب جديد وحزب جديد وجمعه 12 جوان بالنسبه لي اعتبرتها ولاده جديده انا صغيره وحزب جديد صغيره في السياسه زعما اول مره دخلت وصغيره حتى كيف غنكبروا لا باقا جون انا ما غنعلقش لا لا ماشي مسألة باقي ولا شوف والله لا باقا جون انا ما عنديش لا مع جون ولا مع فيو لا اسمح لي كتسولني خصني نجاوبك انا ما عنديش انا عندي الناس ماشي كتحسب بالسنين ديالها كتحسب لا اتر جون واش زعما هذه شي حاجه سي ان بلوس ولا اتر فيو سي ان بلوس ولا ان موان انا كنامن بالتراكم وكون ماشي ولي نقول لك نعطيك واحد المثال بسيط حنا كانسان منين كنتولدوا قارنا مع حيوانات واحد اخرين واحد اخرين يعني حنا حيوانات قارناها مع اي حيوان بغيتي حرام عليك اسمح لي سير رمضان سيلفو تفضل الانسان الانسان منين كيتولد شحال ديال الوقت كيبقى يل ديبون ديال لي بارون ديالو قبل ما يولي انديبوندون على حسب العائله 9 شهور عامين 3 سنين 4 سنين حتى 18 عام شنو معناها باننا حنا راه كيقول لك سيدي ربي وفي انفسكم افلا تنظرون صدق الله العظيم نتاملوا في نفسنا ونشوفوا كيفاش حنا تولدنا من والو بدينا كنكبروا وشحال حنا اون ديبون ديال لي بارون ديالنا اولى على الناس اللي كيكونوا من بعد حماونا حتى كبرنا حتى وصلنا اللي حنا فيه شنو معنى هكا فيها حكمه كبيره كيخص يكون كيخصنا نقدروا الناس اللي سبقونا في السن وناخذوا من التجارب ديالنا ديالهم ويكون واحد ليشونج يكون واحد التصالح ما بين الاجيال واحد ليشونج ما بين لي زيكسبيريونس هما عندهم شي حاجه يعلمونا وحنا عندنا شي حاجه نعلموهم على ود هكا انا هذيك جونو فيو صار مزي ابسوليومون ريان علاش البام علاش البام كان علاش البام راه قلتي لي حيتاش جديد مع جديد 12 صافي فهمت الميساج رجع لي لا ماشي 12 نو حيت هو حزب جديد وانا حزب جديد انت جديده حيت ملي غادي نجيب واحد الحزب اللي ديجا يعني كاين ما غاديش يكون عندي ما غاديش شاركت في هذا الدين رجع لي القانون السير الله يرضى عليك لقيت راسي نعم دابا انت واش فوق القانون تخرقي القانون ملي يديو لك الطوموبيل الفوريه ما تبغي ما يعجبكش الحال اقول لي دخلنا عليك بالله يلا كتقول لي دابا انا مشيت ما مشيت كيفاش خرقت القانون وقرينا في الجريده بان بيتوك في الفوريان وما عجبكش الحال اش غنقول لك اول حاجه هذه المساله هذه انا كنشكرهم من هذا المنبر هذا كنوجه تحيه كبيره السيد وزير العدل والحريات السي مصطفى الرميد لانه فتح تحقيق واستجب الرساله المفتوحه اللي كنت قلت باش يعني تفتح تحقيق ونشوفوا الخلفيات ديال لو فات بانه جروني وسط الطوموبيل ديالي الفوريان وسدوا عليا لان هذه المساله هذه لا اسمح لي ما يمكنليش ندخل فيها عندك شي عفاريت وتماسيح ديالك تنتي واقيلا التماسيح كنمشي نعوم حداهم في كوستاريكا انا ما كنخافش من التماسيح هذا ان اوتر كوتي ديال كوثر انا ما كنخاف لا من التماسيح انا لي مومن ما كيخافش من العفاريت والتماسيح اها جا لو كوراج باش نمشي نعوم حداهم عرفتي علاش حيت انا من النوع اللي كيقنع الخوف ديالو الالبينيزم علاش درتو حيت كنت كنخاف منه ملي كنقنعوا الخوف ديالنا كنبقاش خافوا من شي حاجه وتعومي حدا خلينا لك كثر خيرك كنوجه تحيه كبيره للسيد الرميد وزير العدل والحريات اللي فتح تحقيق في هذه النازله هذه وبويسكو القاضي يعني هذه المساله هذه في طور التحقيق ما يمكنليش ندير حتى شي تعليق احتراما للقضاء وكنتمنى في نفس المناسبه بزاف ديال الكلام كيتقال من الحزب ديال العداله والتنميه على الحزب ديالنا ديال الاصاله والمعاصره بان احنا حزب سلطوي وحنا حزب يعني بزاف ديال الكلام اللي تقال كنتمنى اوسي ومن هذا المنبر يتم فتح تحقيق في هذا الشيء واخا عرفتي علاش؟ علاش؟ لان السيد وزير العدل والحريات اها سي فغي هو من حزب العداله والتنميه هو يعني مع احزاب واحد اخرين اللي كيشكلوا الحكومه ولكن هذا امتحان لبلادنا لان غدا بعد غدا كان يعني الا كان وزير العدل والحريات مثلا من حزب الاتحاد الاشتراكي او من حزب الاستقلال او من حزب الاصاله المعاصره او من حزب تقدم الاشتراكيه واش معناه باللي ما غاديش نكونوا كنفتحوا تحقيق واش معناه بانه غير الناس اللي في ذاك الحزب هما اللي غادي يكونوا محميين لا
من هذا المنبر الخدمه لا 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 اسمح لي اسمح لي حنا كان الحزب كان دار ندوه صحافيه وكنطلب باش يتفتح تحقيق في الكلام اللي كيوجه لنا الحزب ديال الاصاله ديال العداله والتنميه كيتهم فيه البام باننا حنا عندنا احنا حزب سلطوي وبان عندنا العمال تقدر تفسر لي كيفاش بتزكيه ديال السيد العامل تم الهدم ديال الدار ديالي لي كاريا انا كاريا انا ما كنشريش لان كان امن كل من عليها فان ما كنقلبش لي دونك ما ريبش ليك لا ريب لي راهم تصور قدامك راهم قدامك بوحديتي من دون الناس ما بين 12 ونص ليل 4 ونص ديال الصباح وشدوك في بلاتي اول مره كنحضر الدوره اوطونك عضوه ديال المكتب السياسي ممثل السلطه جا خرجني من وسط من الدوره في المجلس الجماعي علاش حيت قلت علاش كتزوروا لي المحاضر ديالي انا نعطيك هنا مثلا المحاضر ديالي كنتوصل بهم دائما شهور من بعد حيت كيسحب لهم نكون نسيت شنو قلت هنا مثلا دايرين على حسب الكلام ديالي قلت لهم ليست هناك اعداديه بالمنطقه بكاملها سؤال بسيط ومباشر نحن نحارب تحديات عالميه ووطنيه من اجل الاصلاح هذا الكلام هذا كيتنسب لي انا في المحاضر هذا الكلام انا الا كنت قلته واش باغي السلطه لا اسمح لي جي السلطه بغيت تو سامبلومون الملائمه ديال التسجيلات اللي عندي في التدخلات ديالي في الجامعه مع شنو كيتكتب في المحاضر حيت كتزور المحاضر عندي واحد السؤال وهذا الشيء اكثروا لي انا هذا الشيء لان بزاف ديال الناس كيروجوا شي كلام وديال بانه انا غير شرحوا لي هذا الشيء اللي كيطرى لي كيفاش كيتم الطرد ديالي من وسط من الجامعه وشنو ملي كنقول له انا هنا كنمثل السكان تحت عنوان قال لك شنو السبب حيت خرجت على الموضوع شنو الموضوع خرجت عليه حنا كنا كنتكلموا زعما خرجت منه كان الموضوع هو ديال كان جا عندنا المندوب ديال وزاره الشباب والرياضه وكنت وجهت له شكر لان الاول مره الاطفال ديالنا ولاو كيوصلوا ولاو كيمشيو للمخيمات بيان سيغ كانت شراكه ما بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كنوجه لها شكر كبير هي وزاره الشباب والرياضه والعماله ديال سلاف القسم الاجتماعي تما كيصيفطوا الدراري في المناطق المهمشه كيستافدوا مخيمات يعني غراتويتمون فابور كيجيو كيهزوهم كيلبسوهم يعني كيدوزوا وقت مزيان واكلين شاربين وكل شيء الدراري عندنا ما كانوش في الجامعه ما كانوش كيستافدوا من حاجه بحال هكا اتون كان هذا الشيء قبل ولكن ما عمرهم استفدوا منه هنا سؤال كبير كيتطرح انا منين جيت حاولت نسول لي انا لقيت بان الدراري عندنا في الصيف ما كيمشوش كاين سؤال كبير لك نعم دابا ريبو اسمح لي منين وجهت شكر وسط من الجماعه اوكي منين وجهت شكر لهذا قالوا لي انت خرجتي على الموضوع جا خرجني من وسط هذا وجاب لي المخازنيه وطردوني من وسط من الجماعه ويه. علاش كنعترض على على المحاضر اللي مزوره فسروا لي انتم هذه الله يكثر خيركم لا حنا حيت بتسكيه من عند السيد العامل ديال مدينه سلا انا بصراحه ما كنتش غنتكلم في هذا الشيء ولكن حيت حلفت وعندها علاقه لانه ديك الساعه كنت مشيت لعندو قلت له السيد العامل زعما كنتو علموني الا باغيين تهدموا قولوا لي نهز غير حوايجي واش انا وحده ما معروفاش واش ما عندكمش لادريس ديالي واش ما عندكمش التليفون ديالي راه معروفه عندي زعما وسيرتو منتخبه في المنطقه قال لي الله يخليك انت انسانه مؤمنه ما بغيتش تعطي لهذه القضيه بعد سياسي قلت له على راس العين قال لي غدا ان شاء الله غادي تمشي عند السي الساق المغاري غادي يستقبلك وغادي ينصفك يرجع لك حوايجك وغادي يعطيك التعويض بحال اللي عطى للناس الاخرين استقبلك ما عمري ما شفتو ما بغيتش نشوف وجهه حتى بالصدفه واش شي حد باغي فيك الخدمه حيت هادشي اللي كنفهم دابا من هذا الكلام شدوك شوف انا ما كنامنش بشي حاجه سميتها المؤامره ما كنامنش بشي حاجه سميتها المؤامره انا ظهر لي انا في حقيقه ما انا ما فهمتش ولكن هاد الناس هادو كاملين كاينين وعايشين وحيين تقدروا توجهوا لهم هذا السؤال لا واش مستهدف انا عطيتكم مستهدف ما كنامنش بالمؤامره من غير المؤامره مستهدفه ما كنقولش هذا الكلام انا اللي قلت سامبلومون باللي الدار ديالي نهار اللي خرج في اخبار اليوم الوجه الاخر اللي نجمه البام والعمل اللي كندير تما هادشي غير ما كان زعما ما كنقلبش راه الا لاحظتوا زعما نتوما صاحبين عارفين هادشي فين غبرتي انا كنتفادى اصلا الصحافه لان نقول لك السياسي خصو يكون حاضر في الميدان ماشي في وسائل الاعلام واخا هاد الميدان واخا لا لا اسمح لي عندنا بوكو دو ترافاي افير الا كل واحد غير يل سوكوب بالمنطقه ديالو راه ما عندناش وقت نشوفوا الاعلام الاعلام ديك الساعه يجي هو يواكبنا في المناطق فين حنا كاينه عندي واحد السؤال قبيله كاين بزاف ما يدار واخا لا وحنا النهار اللي جينا كنا غنديروا السياسه بشكل مغاير الا كنا فعلا باغيين نديروا السياسه بشكل مغاير بسياسه القرب سي سا سكيل فو فير ماشي نبقى انا كل مره كنجي كنتفوزا فوسا ديال الاعلام لا النيابه العامه باغا تطرح هذا السؤال على هذا الحماس دابا اللي كنشوف علاش البام حرم من المغاربه انك يطلع للبرلمان مثلا ونشوف هذا الحماس في التلفزيون نهار اثنين في الجلسه واش فكرت غادي بها علاش ما عطاوكش التزكيه للبرلمان هذا السؤال يتوجه للحزب غادي ملي نجيبوا الحزب كامل غادي نسولوه لا لا كاوتر الناس اللي مسؤولين على شكون اللي كيعطي ما عندكش انت شي قراءه للموضوع حتى الا ما طلعتش انا طلعوا شباب اللي تا هما كفر قسمتي لغه الخشب وداك الشيء
واش ما عندكش خيارات كنتي الخاصه بك؟ هذه ماشي لغه الخشب. انا كنامن واحد الحاجه، عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. من ناحيه واحده اخرى، انا دابا حاليا كنمشي كنحاول نقرا كنحاول نتعلم، لان كنظن بان المراه منين دخلت ومنين منين يعني تفتح لها هذا المجال باش تدخل العالم السياسي في اطار يعني تدبير ديال الشان المحلي، المحلي كيخصها تكون في المستوى. على ذاك انا جي سيد ابروندغ، كنحاول باش يكون عندي واحد التكوين اكاديمي، كنمشي للمدرسه كنحاول نقرا كنحاول نبحث. ما كنقولش بانني ما كندعيش بانني كنعرف، ولكن كنامن بانني تلميذه في الحياه، وكاين بزاف ديال الحاجات اللي باقي خصني نتعلمهم. فكنظن يعني كوتر شويه بشويه، ماشي زعما ماشي مشكل بالنسبه لي، لانني ملي دخلت ماشي الهدف ديالي هو نكون في البرلمان. لا بروف سي كو كون ديك الساعه واحزاب اخرى جات وعرضت عليا التزكيه للبرلمان وما بغيتش. لا لا كوتر كنشوف بعض الصور فيها بعض الانشطه وفيها هذوك ماشي انشطه، هذاك البرنامج ديال الحزب اللي دخلنا به النهار الاولاني اللي عندك سمعت حسمين يديك السي المختار. هذا يا فتحوا قراوا شوفوا واش هذيك انشطه ولا هذاك البرنامج ديال الحزب كنحاولوا نطبقوا. اوكي راه انت في المعارضه ملي كتجي واخا كنت في المعارضه النهار الاول باش جا الحزب وقبل من الانتخابات بيومين ولا بثلاث ايام باش خدا القرار باش يدخل باش يخرج المعارضه. قال بان غادي تكون معارضه اللي هي قويه وبناءه ومواطنه. كيفاش كتجيب الفلوس؟ ملي كتجيب الفلوس لهذا الشيء؟ هذاك الشيء سانكوت با غون شوز، مساله ديال الاراده لي مويان اون نونتخوف با. هذا الشيء اللي لا في سبيل الله لا كوتر دخلنا عليك بالله. انا قلت لك الناس اللي كيترشحوا راه كيبغيو. اسمح لي اسمح لي شنو السؤال؟ هادشي لله في سبيل الله؟ لا ما كاينش لله في سبيل الله، هذاك برنامج حزبي وانا انسانه كدير سياسه بشكل مغاير كما امنت وتصرفي من جيبك بالبرنامج ديالك. حتى لله في سبيل الله ما فيها حتى شي باس، تندرج على وجهه الجيل الله سبحانه وتعالى ما فيها حتى شي باس. شوف العمل كنقصدوا بها الاخره. اسمح لي العمل عباده. ما ديروش كاع داكشي ديالك. الله يفك كثر خير. العمل عباده. هو اللي كيكون متفاني في العمل ديالو بطريقه وباخرى هذيك راها عباده، اما شنو نقول هذه خير وهذه شر والصداقه. كون بغيت ندير هكا كندير كسكسو في الجامعه نهار ندير كسكسو نهار الجمعه اولا من غير نهار الجمعه السبت الحد. ولكن هذاك ماشي الخير، هذيك انا كندير سياسه. قرات مع البرنامج الانتخابي شنو عندنا ار كاين بزاف هذاك الشيء حاولت نطبقه. شوف الا كان نقول لك واحد المساله، كان واحد في المعارضه اولا في الاغلبيه المحور ديال السياسه وديال هاد الصراعات كامله المفروض خصو يكون هو المواطن. لالا كوتر المحور ديال السياسه خصو يكون هو المواطن، واش ما ندمتيش؟ المنتخبين خصهم يكونوا في الخدمه ديال المواطن سواء كانوا اغلبيه او لا كانوا معارضه. واش ما ندمتيش دخلتي لهاد السياسه؟ ما عمري ما درت شي حاجه وندمت عليها. لا وظهر لي الا كنت كنتحارب يمكن كيلكو باغ راني كنديرونجي يمكن كتحاربي. ما كنقولش هكذا شي صعيبه سي المختار. هي قالتك شي سؤال اخر قبل ما يسالي له. ماشي مستهدفه قالت كنتحارب. انا عطيك ثلاثه ديال الاسماء غتهضري معاهم ولا لا؟ غنتكلم معاهم. تكلمي معاهم بحال قلتي في التليفون ولا؟ تخيليني 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 انا هما ولكن خايبه من داك الاول. فاطمه الزهراء المنصوري قياديه في الحزب وتجربه كانت يعني كنتمنى لها كل نجاح. وكنتمنى لها التوفيق. بسيمة الحقاوي الحقيقه ما كنعرفهاش شخصيا، ولكن باقا عقله في واحد الكافر ديال لو جورنال كانوا داروا التصويره ديالي وداروها وكتبوا مارياج امبوسيبل. كنتمنى لها التوفيق في المهام اللي عندها، لان فعلا عندنا يعني واحد الورش اللي كبير في المغرب واللي كيحتاج يعني بذل مجهود كبير باش نقدروا نوضوا بالاوضاع ديال بلادنا. طبعا واحد اسم اللي عندنا ستوندار في هذا البريكور هذا الاله بن كيران. عبد الإله بن كيران في الحقيقة هو خطيب. الله أكبر. نسي أو تناسى الوقت اللي كان فيه في المعارضة. كوتر بن حموش السر ديال الباناشي اللغوي اللي عندك؟ أنا من الناس اللي كيعجبني بزاف نتعلم اللغات، لأن كنعتبر بأن كل لغة كتكون نافذة على ثقافة جديدة. والله سبحانه وتعالى قال إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وباش تعرف واحد الشعب ولا واحد القبيله كيف ما بغات تكون خصك تعرف اللغه ديالها كتعرف لا مونتاليتي ديالها. وان بليس ملي زعما كما قلت لك في الاول ملي قلت لك زعما كيعجبني نسافر باش كتسافر وكتعرف اكثر، ماشي سفر ديال زعما كتمشي غير لابلاج ولا لوطيل نو. كيعجبني نعرف بلدان مختلفه ونتعلم بزاف ديال الحاجات لان كنعتبر بلي لا في اي كورت. كيعجبني بزاف نتعلم اللغات. اخر سؤال لو المرة الجاية ترشحتي ولكن اسمح لي انتخابات الصيف الإجابة السؤال ماشي حيت كنتعلم اللغة زعما دابا راني كنبراتيكي، لا غير تو سامبلومون بعض المرات حيت دابا أنا تلقائية وحيت هذا اللي كتجيني في عقلي كنقولها ديريكتومون ما كناخذش الوقت باش نتقدم. لو داروش انتخابات جاية الجماعية وترشحتي وجات في الصيف عاوتاني تعاودي ديك الصورة؟
مره اخرى كنقول لك هذوك حوايجي وكلبسهم ومرتاحه فيهم. قولي لي واحده اخرى انا ماشي من النوع اللي كي اللي كي اللي كي يعني اللي كي كنقول مثلا غدا غندير واحد الحاجه. انا كنعيش اللحظه بلحظه وكنعيشها كامله. ملي كتعيش اللحظه ديالك كامله سا دوفيان اون ايترنيتي. 30 ثانيه وكان امن واحد الحاجه الحاجه اللي مزيانه الله هو اللي عنده لو بلان. ماشي تعاودي ترشحي الانتخابات الجايه الجمعيه جو كخوا عاد دابا جاوبتك 30 ثانيه. لا ما قلتلكش ما كنترشحش، قلت لك انا كنعيش اللحظه اللي انا فيها. 30 ثانيه علاش السي الغزيوي غتصوت عليا؟ نصوت انا الله يكثر خيرك عامر بالقنادل. 30 ثانيه عطيني فيها اخر كلمه ديالك. اخر كلمه ديالي كنتمنى ما تكونش اخر انا كون ما غاديش في البرنامج هذا، ولكن اللي بغيت نقول كنشكركم بزاف على هاد على هاد الدعوه. حاولت نكون صادقه معكم اكثر ما يمكن نكون. الوقت داز بسرعه اكيد حيت عندنا لابون كومباني هنا. كنشكر مستمعي الكرام، كنتمنى ما نكونش ثقلت عليهم. كنتمنى نجاح لبلادنا اللي كتواجه تحديات كبيره داخليا وخارجيا، وكندير نداء للذكاء الجماعي ديال المغاربه باش نوضوا بلادنا ونبغيو بعضياتنا ونبغيو بلادنا اكثر لانها محتاجه لينا. بهذا الكلام كنسدوا المحضر ديال كوثر بن حمو. شكرا لك الحكم للمستمعين بطبيعه الحال. شكرا المختار الغزيوي، شكرا كريم نيتسي، شكرا صدر فوندا رفعت الجلسه.